لا اسعار السنه دي عاليه قوي. لا عاليه السنه دي، يعني هذا الكوسه ب 6 جنيه، ان هذا الفاصوليا ب 20 جنيه، واخد بالك؟ اللي بتندان الرومي ب 3 جنيه وب 2 ونص، العرزوز كذلك الامر، فلفل الرومي برضه كذلك الامر، والخيار ب 7 جنيه و 6 جنيه. زي ما الجيش منزل عربيات وبيحل مع الشعب، وافضل حد مع الشعب. البياع النهارده الجيش ابو منك ينزل، بص البياع بياخد النهارده بكام؟ ب 2 جنيه. بره الاجيب 6 جنيه و 7 جنيه. عشان المشالات كل الطماطم بكام هنا؟ ب 4 جنيه 5 جنيه، بره الجيب 12 و15. علشان ايه؟ هيبقى معلم بكره ابن عماره. الفلاح دوكت ما بيجيش، فلاح في السوق حاليا ما بيجيش، كل الشغل ده تجار. طبعا التاجر غصب عنه عايز يجيب باثنين عايز يبيع بخمسه، وغصب عنك انت بتبيع له. ما عدا راح عندك انت ما بعتش هيروح غيره وغيره وغيره. موسم الايام دي، موسم العروس، ايام الايام دي، يعني كان عندنا موسم فاصوليا الايام والايام دي. بالنسبه للحر اتحرق، ما فيش فاصوليا خالص. فدان بلمد مع 10 حته وكنت بدمع. انت اخر رقبتي عايز يطلع بالكاميرا ده. انت حته واجيب لك حته منين؟ اجيب خمس حتت في عربيه. تاخد كام نولون؟ 300 جنيه. يبيع بكام هو؟ 20 25. ما فيش. فين انت؟ اغلى حاجه دلوقتي الفاصوليا. فاصوليا ايه اغلى حاجه؟ عشان يعني الدوخ خفيف، يعني بتاعها الدواء خفيف بتاعها، يعني خلاص، يعني الدواء خفيف بتاع لسه بشار، يعني لسه هيبدا، يعني يا مساهم لسه هيبدا ان شاء الله. والله هي التسيب بتاعت ربنا، يعني البام. لا الباميه دي يعني شغل الباميه، شغل الباميه 10 12 11 او في 13. اسعار ايه؟ اسعار الفاصوليا بكام؟ اسعار الفاصوليا 20 22 25. والبامية 12 13 15. منو خالص صابي النهارده بكام؟ بالبامية؟ البامية في 13 14 15. بالنسبة للليمون؟ بالنسبة للليمون 6 جنيه 7 جنيه. كان الليمون ب 4 جنيه. بالنسبة للبدنجان؟ البدنجان يعني بجنيه ونص 2 جنيه. بجنيه ونص 2 جنيه. الأسعار حاجة ما تتصورش، يعني السعر بره أقل سعر، أقل سعر البصل البطاطس بكام؟ 5 جنيه و7 جنيه بره. بره بيبيعوا البياع ب7، يعني مين معاه فلوس ياخد يجيب كيلو ب 14 جنيه 2 كيلو؟ هيهرط معاه خمس عيال سته ما يقضيش 2 كيلو. اللحم النهارده في البلد مذبوح ذبح. ازاي؟ ده كل حاجه عليه غاليه. الكماوي غالي. الراجل بكام؟ العمال غالي. اجره العربيه اللي بتنقل لنا من الشرقيه لحد السوق بتاخد لها لوحدها 350 جنيه. كل دي ذبح على الفلاح. عايزين بس الدنيا تخف على الناس دي شويه. لا هو كله، لا احنا ما نقدرش نقلل هنا، لان احنا لو قللنا هنا الفلاح هينذبح هناك ذبح اكتر ما مبوح. صح. احنا عايزين الرئيس نفسه يرخص لنا الكيماوي عشان الفلاح يقدر يراعي الزرعه تنتج. الفلاح النهارده بقاش يحط نص الكيماوي في الارض عشان ما تجيبش. عندك في البلد كام؟ الاسعار عندنا النهارده في البلد بمرض الله ميته، والكفه والمثال غاليه. صح. الطماطم عامله كام؟ الطماطم عندنا في الشرقيه عم الحاج الكيلو عامل 7 جنيه 8 جنيه. هنا برضه السعر مبوح في السوق. ممكن نبقى بالقفص، القفص ب 90 جنيه وب 100 جنيه وب 80 جنيه، في 30 25 كيلو 30 كيلو 19 20 كيلو 20 كيلو وعليه بياع وعليه. بص يا باشمهندس، قسما بالله الناس دي كلها تعبانه، من اكبر معلم فصول عبور لحد الفلاح في الشرقيه كله مبوح. لازم خد بالك، يقع الكيلو ده بكام؟ يقع ب 8 جنيه. والله نروح نبيعه ب7 وب6 وب5 والناس تعبانه بره والبياع تعبان، والله ما نكسب ايجار المكانات.